السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، أهلا بكم وسهلا في حلقة جديدة من برنامج أفق. حديثنا في هذه الحلقة عن قيم الصبر أو عن قيمة الصبر. طبعا الصبر يعني أن تهيئ نفسك على التحمل أيا كان نوع هذا التحمل، سواء كنت تحت طائلة معاناة بعينها أم أنت في أيضا مواجهة تيارات كبيرة يعني لا تحتملها في العادة، فأنت توطن نفسك على تحمل مواجهة هذه الصعاب وهذه الكوالح وهذه الأشياء الكبيرة الصعبة التي أنت تعاينها وأنت في يعني في مدها، أنت أمام جبهتها. منه طبعا عندما ننتحي أمثلة عن الصبر، منه الصبر على الأذى أيا كان هذا الأذى، نوع هذا الأذى صدر عن أي مكان، عن أي بشر. والصبر طبعا على متغيرات الحياة وكوالحها وظروفها الصعبة. ومن أبلغ العبادات الصبر، الله تبارك وتعالى حث على الصبر ويعني أكسب الصابرين أجرا عظيما في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والصبر طبعا مقترن بالفرج، كلما صبرت كلما كان حظك أوفر في سبيل اليسر وفي سبيل ما أنت تشتهيه أو ما أنت تبتغيه من الله تبارك وتعالى. الصبر يكسب المرأة درجات عليا في الحياة الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة أيضا إن شاء الله بعد طوال العمر. والإنسان الحكيم دائما هو الذي يتمثل الصبر، وتعلمون أن الحكمة هي العقل البالغ، العقل الباذخ بالنور، يعني الغني المترع بالضياء، والعالم أيضا عندما يكون العقل مشبع بالعلم وبالمعرفة وب يعني تلك الأمثال وتلك الخصال، الحكمة من هنا أو تطبعه الحكمة. والحكمة أن يحتكم المرء إلى أمور رشد في سبيل حياته، دوما منحاه قويم، دوما منحاه مستقيم، دوما يضرب الأمثلة الزكية عن خلاصة هذه الحياة الدنيا. وللحكمة أيضا تعرفها الخاص بها نعرض له في حينه إن شاء الله. إنما أردت القول إن دا أن 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 الصبر أن الصبر دائما في منح الإنسان الحكيم أو الوجيه أو العقلاني أو المثالي. وكلما كان الإنسان صبورا كلما كانت حياته أكثر فلاحا وأكثر زكاة لا أزكيها على الله، وأكثر أيضا كان صوابه أكبر تأثيرا في أموره وأمور المحيطين به، يعني كان دائما ينحى الصواب، لأن الحكمة ملازمة للصواب والحكمة أيضا ملازمة للصبر. يقول علي كرم الله وجهه في شأن الصبر: فإن تسألني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صعيب، فإن تسألني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صعيب، وصبري على أن لا يرى بي كآبة فيشمت عاد أو يساء حبيب. يعني أصبر على أساسي أنه لا يشمت بي عدو
يراني كئيبا مكتئبا متأثرا فيشمت بي ويساء حبيب أيضا الذي يحب لي الخير ويحب أن يراني سعيدا ومترفا بهذه السعادة وطيبا نفسي وهانئها، يسوءه طبعا أن يراني عكس هذا، بالتالي سأسيء إلى من يحبني وأعطي بسخاء لمن يكرهني غايته بي. ويقول أيضا اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير، اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير. وقال أبو العتاهية ما أكرم الصبر وما أحسن الصدق وما أزينه للفتى، الخرق شؤم والتقى جنة والرفق يمن والقنوع غنى. وقال إبراهيم اليازجي كم بين صبر غدا للذل مجتلبا وبين صبر غدا للعز يجتلب. وقال الحسين البغدادي تلقى بالصبر ضيف الهم حيث أتى، إن الهموم ضيوف أكلها المهج. وقال الحسين البغدادي تلقى بالصبر ضيف الهم حيث أتى، إن الهموم ضيوف أكلها المهج. فالخطب إن زاد يوما فهو منتقص، والأمر إن ضاق يوما فهو منفرج. فالخطب إن زاد يوما فهو منتقص، والهم إن ضاق يوما فهو منفرج. وروح النفس بالتعليل ترضى به، واعلم إلى ساعة من ساعة فرج. وروح النفس بالتعليل واعلم إلى ساعة من ساعة فرج. ويقول عبد الله بن الأحوص وقال عبد الله بن الأحوص صبرا جميلا على ما ناب من حدث، والصبر ينفع أحيانا إذا صبروا، الصبر أفضل شيء نستعين به على الزمان إذا ما مسك الضرر. وقال ابن الصلت يقولون لي صبرا وإني لصابر على نائبات الدهر وهي فواجع، سأصبر حتى يقضي الله ما قضى، وإني وإن آن لم أصبر فما أنا صانع. وقال ابن الصلت يقولون لي صبرا وإني لصابر على نائبات الدهر وهي فواجع، سأصبر حتى يقضي الله ما قضى، وإن أنا لم أصبر فما أنا صانع. ويقول البحتري عول على الصبر واتخذ سببا إلى الليالي فإنها دول. وقال أيضا معافية الصبر محمودة ولكن أخ الخرق مستعجل. مثلا وعافية الصبر محمودة ولكن أخ الخرق مستعجل. قال أعرابي تعز فإن الصبر بالحر أجمل، وليس على ريب الزمان معول. فلو كان يغني أن يرى المرء جازعا لنازلة، أو كان يغني التذلل، لكان التعزي عند كل مصيبة ونازلة بالحر أولى وأجمل. مثلا علينا أن ننتحي الصبر في كل الأمور، وأن نحاول أن نوطن النفس عليه ونثبتها على قيمه وعلى أخلاقه وعلى مناسك أي حججه، حتى نستطيع أن نحيا حياة مثيلة أو نحيا حياة زكية يعني سامية عن كثير من الأدران والأوحال في بعض الأقوال والأفعال أو في كل الأقوال والأفعال. فالصبر منجاة هو الآخر، والصبر سمو ورقي وعلو ويعني مهابة ووقار. ففي الصبر تشتمل كل المعاني الجميلة الحميدة الزكية الذاخرة بالعطاء والممحصة للإنسان لمعدنه النفيس الصاقلة له. الصبر يهيئ الإنسان إلى أن يكتنف الحياة بشكل حميد بجميع الأمثلة والتفاصيل، أن يحيا وهو يعني مهيئ لكل ما يجد من خطوب وكل ما يجد من أشياء قد تكون مؤذية أو لا يعني سواء كان في إطاره الحياتي الضيق أو في إطار تلاقيه بالآخر أو مع ثقافات أخرى من خلالها قد يتأذى كثيرا على أساس
أن البشر يختلفون في مطارحهم ويختلفون في طباعهم ويختلفون في تعاطيهم ويختلفون في مرائيهم للناس، يعني كيف يرون الناس في مرآهم لهذا البشر. وبالتالي علينا أن نستجمع قوانا أو قوتنا للصبر في إطار أن نستعملها في 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 المنح الصحيح، حياة لكل ظرف وحياة لكل نوع من أنواع البشر نتعامل معه أو نتعاطى معه أو نحن محكمون به في إطار العمل أو في إطار التعايش أو في إطار الجيرة. هذا يعني، وطبعا الصبر لا يحتمل أن الأمر يقع دائما بين اثنين، أي يعني الصراع، أو سواء على مستوى العقول أو على مستوى التحديات المطروحة في إطار تفعيل العمل بين البشر، ولكن الصبر أيضا على طبعا عاديات الزمن بأشكالها وألوانها وبالظروف وبالمتغيرات، وبأن تصبر على حياتك على حيثها أيا كان هذا الحيث، وأن تحاول أن تصححها في إطار هذا الصبر، وأن تتوكل على الله فيما أنت تنحاه أيا كانت هذا المنحى في تفاصيلك الدقيقة، كيف تفكر، كيف تسمع، كيف ترى، كيف تستجلب، كيف تستنفع، كيف تسترزق، كل الأشياء التي أنت يعني تعيشها في حياتك الدنيا لك أن تصبر لها وتصبر عليها وأن تتمنطقها بالصبر، يعني أن تكون متمنطقا بصبرك فيها حتى تستطيع عليها، وحتى أن تكون لحياتك هذه معنى ومبنى. وقصص الصبر أيضا كثيرة جدا، ويوفق إليها الأسماء من الناس والأنبل والأجداد بكل نفيس، يعني وأساسات، وللإنسان أن يربي نفسه من جديد. مثلا إذا كنت أصلا قد تربيت على هذا المبدأ فهذا إنما هو نوع من يعني ومضة على أساس هذا المنحة، على أساس أن تستشف ما أنت تريده في ماهية هذا الصبر. والأمثلة كثيرة من القرآن، صاحب القرآن فستجد أن الصبر حياة، خلاصة حياة مثيلة اختص الله بها بعضا من عباده وطهرهم بها تطهيرا. وأيضا لك أن بحياتنا أمثلة كثيرة من هذه العوامل، عوامل الصبر، ومن الناس اللي صبورة نراها صبورة على كثير من الأشياء. وفي النهاية طبعا هو دائما حسن المنقلب ينتظر هؤلاء، ينتظر من يصبر. وأردت القول إنه حتى أن تصبر على حاجتك، وحتى أن تصبر على على ترك المعصية، وأن تصبر على الطاعة، فهذا من أمثل حجج الصبر عند الله، أن تصبر على الطاعة وأن تصبر عن المعصية، وأن رغم المغريات ورغم كذا أظل في حياتي، أظل مكتنفا أموري، أظل أنتحي المثالية، أظل أصبر على نفسي، أصبر على ما أواجهه، ما يلم بي من أمور. ويعني في النهاية كل شيء بيد الله، ما شاء فعل، ولا تأثير لشيء من الكائنات، لا تأثير مطلقا لشيء من الكائنات. فإن عولت على الله وتوكلت عليه وصبرت على ما ألم بي من أمور أو ما أنا في أو ما أريده ولم أستحصله أو شيء من هذا القبيل، فهذا يعني تتراءى معاني وقيم وجوهرية الصبر. وفيه أيضا حياة كما أسلفت لكم محيصة، حياة ذاخرة بالجمال، حياة زاهية في كنف الصبر، حياة تضفي عليك من السعادة الشيء الكثير، على أساس أنك تلهمك نوع من الاقتدار على الذات، من ضبط النفس، ومن وتلهمك يعني تعطيك راحة بال، على أساس أنك أنت صبرت على هذا أكيد تتوقع فرجا قريبا، وفرجا يعني لم تكن يعني تخاله، لم يعطيك الله، يعطيك الله تبارك وتعالى من منحه ما لم يخطر لك على بال دنيا وأخرى. وبالتالي فالصبر من أبهى وأجمل وأنبل وأمثل حشائش قيمنا وأخلاقنا وثوابتنا الدينية التي نتحدث عنها من خلال هذا البرنامج، والتي أتمنى أو والذي أتمنى
أن ينال رضاكم وأن أكون قد وفقت قليلا في ضرب بعض الأمثلة عن هذه القيم. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله بإذنه تعالى، نلتقي آملة أن نلتقي على خير وعلى يسر وعلى نوع من التلاقي الذهني والتواصل الذهني والأريحية لهذه القيم وهذه الثوابت وهذا الجمال الذي اختصنا الله به وجدانيا وروحانيا، والذي هو متصل به ومتصل بما يعطيه الله، ما تعنيه سنن هذه الحياة، وما تعنيه ما يعنيه اكتنافها لكثير من الأمثلة الباذخة، وإن كانت دقيقة هي باذخة جدا، لأنها تضفي على حياتنا ما هو أجمل وما هو أنقى وما هو أقوم، وهي أيضا ذخر لنا في الآخرة بعونه تعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نوفق لكل حميد. وإلى ذلك الحين أستودع نفسي وإياكم الله.